لو الحكاية فيها إن فيتو. لو الأسبوع كل يوم نفسك يكون يومي الخميس. خميس طبعا. ليه طبعا؟ تبقى مليطة. خميس. اشمعنى؟ بحب الخميس بيبقى صباح الجمعة أجازة من الشغل الدنيا جميلة كده. يوم خميس. اشمعنى؟ عشان بيبقى نهاية الأسبوع بقى والدنيا حلوة. الخميس. اشمعنى؟ هو بيبقى بكرة أجازة بقى وكده ونعيش. بس تبقى الدنيا راحة. اه بكره كل ايام الاسبوع ما عدا الخميس. اخر يوم في الجامعه بقى واروح ومزاجي هنا بقى خلاص يعني. عندي جمعه وسبت وحد اجازه. الجمعه ليه؟ اكيد الجمعه. الاربعاء. اشمعنى بقى؟ عشان خطيبي بيحبني اقول له كتير. عشان خطيبك بيحبك فيه قوي يعني ولا مش فاهم؟ لا بيحبني اقول له الاربعاء كتير. تقول يوم الاربعاء كتير؟ ايه المشكله في يوم الاربعاء يعني؟ مش عارفه بس هو يقول لي بتقولها مختلفه وكده ف بتقولها ايه؟ قولي كده الاربعاء تاني؟ الاربعاء. الاربعاء كلام مختلف يعني. يوم الجمعه لو اجازه. الخميس جمعه. يوم الخميس. بكره كل ايام الاسبوع ما عدا الخميس. تكره كل ايام الاسبوع ما عدا الخميس والجمعه. اشمعنى بقى؟ عشان بيبقوا شغل بقى وصحيان بدري وقرف. تحب الراحه انت والانتخ. اه بالظبط. انت عندك كام سنه؟ 17. طب انت لسه بدري على الانتخ المفروض يعني. لا بحب انتخ من دلوقتي. خميس. اشمعنى؟ بحب يوم الخميس بانتخ في البيت كده. انتخى. اه بالظبط كده. انتخى طبعا. طب ليه المصريين بطبعهم بيحبوا الانتخى؟ عشان ما بيحبوش الشغل اساسا. انت بتحب الشغل؟ لا اكيد لا. في